لكن لماذا لم يعين أحد من أهل الحجاز؟ الآن فيه إمامين من الحجاز، الشيخ خالد الغامدي والشيخ فيصل غزاوي. طيب وماذا تستطيع أن تقوله من الحجاز؟ طيب وماذا عن الجانب الآخر، يعني فيما يتعلق أيضا بالأسباب الأخرى التي ذكرناها، يعني أسباب أخرى يمكن مثلا خلاف. يعني شغلة المذهب، يعني هل هناك مثلا غير الحنابلة؟ لا، هناك يشترط لا شك صفاء العقيدة، هذا الشرط. أنه قد يكون في المعروف في الحجاز، يعني ربما يقال عند بعضهم نزعة صوفية، فربما هذا يكون سبب أيضا من أسباب عدم التعيين. يعني يشترط في إمام الحرم أن يكون سليم المعتقد والمنهج، هذا لا شك فيه. طيب من